حبينا نشكرك انك تخلقت بكل اخنبر. الحمد لله. وهو حفظ النعمه. الحمد لله. لو كان الرسول عليه الصلاه والسلام بيننا ايش حيكون حالنا؟ والله لكنا خير ونعمه، ما كنا بدي الحاله. ايش تتوقع تقولي له لو قدر لك انه تجلس معاه لمده دقيقه لوحدكم؟ سؤال صعب. لو اتمنى مجالسة النبي، يعني بحس انه في حلمه، بس لو الواقع لو علي انا ياخذ مشته ويشيلني من الدنيا هذه، لو علي، لو على حسابي.